اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وذوي أرحامنا وجيراننا وأصدقائنا وعلمائنا ومشايخنا وولاة أمرنا ومن لنا حق عليه ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء. اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم أعتقنا جميعا من النار، اللهم وتقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا.